قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من كل نبينا تبعا فلا لم نرشد، ما اختار ربي أسوة غير النبي محمد، كلا ولا عصم امرؤ مثل النبي محمد، لا تسمعن لقائل متحذلق أو تقتدي، إن الضلالة بالتردد في اتباع محمد. لا منة لأحد علينا بعد الله كما لهذا النبي الكريم، ولا فضل لبشر علينا كفضله العميم، هدانا به الله الصراط المستقيم ووقانا باتباع هديه من نار الجحيم. ليس شيء يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار إلا أمرنا به، صح وثبت من طرق متعددة أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خير الهدي هديه، وشر الأمور المحدثة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تمسكوا وعضوا بالنواجذ على سنته، وفاخروا بدينه، واعتزوا بشريعته، وحذار حذار من إماتة سنته باحتفالات ما أنزل الله بها من سلطان، وما فعلها صدر هذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، مع توفر الداعي لذلك وعدم المانع منه، مما يدل على أن تركهم لذلك كان مقصودا، ووالله لو كان خيرا لسبقونا إليه. هل يمكن لعاقل أن يزعم أن هذه الاحتفالات فاتتهم وهدي إليها من جاء بعدهم؟ كيف يزعم مسلم عاقل أن ذلك فات أفاضل هذه الأمة وهم أهل الهدى وعنهم يؤخذ الدين وهدي إليها غيرهم؟ أوليس هذا طعنا في الرسالة واستدراكا على الشارع الحكيم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة هي أعظم من أن يرى عبد أنه خص بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع على الاتباع، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، قال ذلك حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وقال إمام دار الهجرة: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ليس الطريق سوى طريق نبينا، فهو الصراط المستقيم لمن سلك، من يمشي في بيضائها فقد اهتدى سبل الرشاد، ومن يزغ عنها هلك. من ادعى محبة الله ولم يسر على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي، كذب دعواه كتاب الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم ارزقنا كمال محبته ولزوم سنته والذب عن شريعته والموت على ملته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته.